خليني اسالك سؤال انا ما بفهمش في الشغلانه بس يعني اتفضل. هو غير القنوات المصريه هو مش المسلسل المصري ده بيتباع في القنوات اللي بره جدا؟ ايه بقى؟ اولا هم مش بياخدوا كل المسلسلات المصريه بتاعتنا، يعني مثلا ممكن تبقى عامل مثلا كنت زمان بتعمل 50 مسلسل بياخدوا مثلا 15 20 لان مصر هي مصر بقى. انا مش وعايز اقول لك ان احنا بندفع فلوس هنا اغلى من اللي هم بيدفعوها بره في السعوديه وفي دبي وفي الامارات وفي كل مكان. اللي بيجرى بقى دلوقتي اللي حصل ان ابتدى مثلا السعوديه بتعبر عن ثقافتها بمسلسلاتها والامارات بنفس الموضوع، الناس دلوقتي كلهم عندهم، والكويت كل الناس بتعمل مودلات مسلسلات بياخدوا مسلسل قليل ياخدوا 2 3 عادي بالظبط، وده 2 3 ما عادش بعد كتير. ما كانت الشاشه كلها مصر، فبقت دلوقتي انت يعني ترتيبك كله على دخلك الاصلي من مصر وشويه حاجه بس دخلك الاصلي مصر. اذا ما جبتش الدخل ده بالتكلفه العاليه اللي كانت بتحصل يبقى انت بتخسر، يبقى انا مش هشتغل برضه.